من فوائد السيرة أنها من أعظم ما يعين العبد على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فإنه أعظم القدوة عليه الصلاة والسلام في عموم شؤون الحياة، سواء في حياتك في بيتك مع أبنائك مع زوجتك، أو حياتك مع جيرانك، أو مع أهل المسجد، أو مع الموظفين معك، أو مع عموم الخلق ومع عموم أقربائك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو القدوة والأسوة، ليس لي ولك فقط بل لعموم الخلق، وليس لأفراد الناس فقط بل لعموم شرائح المجتمع، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، ملكا أو مالكا أو مملوكا، كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم، قدوة للساسة والاقتصاديين وعلماء الأخلاق والسلوك وعلماء النفس وتهذيب النفس، قدوة لكل أحد. هو أعظم قدوة عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة لقادة الجيوش، وهو قدوة للشجعان، كما جاء أنه عليه الصلاة والسلام يقول بعض الصحابة: والله لقد كنا إذا اشتد البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة. قال: وأشجعنا الذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة لجميع شرائح المجتمع.